أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أبي عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال: فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفيفة، قلت لأبي: يا أبت ما قال؟ قال: كلهم من قريش. حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهلك. حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم، وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر يعني بن عياش، وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان، وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة، وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد، كلهم عن عاصم عن زر، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم، ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو داود: لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر: وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبعة سنين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الرقم والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام
وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخوانه كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام 9 سنين، وقال بعضهم 7 سنين. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث وقال 9 سنين. قال أبو داود: وقال غير معاذ عن هشام 9 سنين. حدثنا ابن المثنى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا أبو العوام، حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحديث معاذ أتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القطرية عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخس. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو داود: حدث عن هارون بن المغيرة قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. وقال هارون: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور، يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكن قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته.